يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعمل عند كفيلي في مخزن للإلكترونيات، ومن هذه الإلكترونيات أجهزة التلفاز، فهل يجوز لي أن أتولى بيع هذه الأجهزة؟ إذا تورعت عنها وبعت غيرها ولم تبعها فهو أحسن لك وأبرى لذمتك، لأن قد يشتريها من يستعملها ما لا يجوز، بيع غيرها من المباحات. نعم، والله تعالى أعلم.